وحده خطيه تقول اني بتعتها صرع، اريد اسوي لي فد فيديو خاص بالصرع، خدمتك حجيه بس اعطيني مجال شويه، يعني راح اسوي فيديو خاص بالصرع واذكر لك حتى الاكل اللي تعطيني، اكو احتمال حتى نقدر نقطع الادويه مالتها، لانه اكو اكلات اذا تعطيها للطفله اللي هسه معروفه بالرجيم الكيتو. زين الكيتو شنو هو؟ كيتو سنه 1920 سووه على مود الصرع اللي مبتلين بالصرع، وهسه اللي تشوفين انتشر ماكو هو كيتو كيتو كيتو، الناس يقولون كيتو كيتو. ليش؟ لانه اكو طبيب اجنبي زين ابنه صار عنده صرع، ايش سوى؟ قام يعطي اكل كيتو مال 1920 اللي كلها اكثرها دهون وكذا. فلذلك هذا من شاف ابنه انقطع الصرع ماله قام ينشر هذا الموضوع، انه اعطوا الاسمان اعطوهم كيتو حتى يتعافون، والصرع اعطوهم كيتو. فان ان شاء الله هات تسوي شريط خاص بالموضوع الصرع، وحتى التغذيه مالتهم ان شاء الله احشيك اياها.